قال باسل عادل رئيس كتلة الحوار بالحوار الوطني إن هناك اتفاقا من المشاركين بالحوار الوطني على أهمية وضوح الاستراتيجية الصناعية. وأضاف عادل أن مصر باستطاعتها تصنيع الكثير من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج. في اتفاق على مسألة إنه تبقى الاستراتيجية الوطنية للصناعة واضحة، الاستراتيجية تبقى واضحة مبنية لسنوات طويلة ومتقسمة لسنوات أقل، يعني نقول استراتيجية لمدة 10 سنين وتتقسم كل 3 سنين مثلا مرحلة أو هكذا. دي مسألة يعني متفق عليها إن رؤية الصناعة العامة مش واضحة، الرؤية العامة للدولة. اللي أنا شايفه كمان الحقيقة إن إحنا عندنا أزمة اقتصادية ناتجة من إن سعر الصرف وتحرير سعر الصرف. طيب ما إحنا عندنا حاجات كتيرة بنستوردها من بره وما هياش يعني الصعوبة بمكان إنها تتعمل. لو حصرنا الحاجات دي اللي بنستوردها 150 200 منتج مثلا واحنا محتاجين، اعتقد لازم يبقى في توجه من الدوله بمنتهى السرعه في تدعيم هذه الصناعات، لانك مجرد ما الصناعه دي تبقى عندك انت بتوفر المدفوعات الدولاريه في هذا الاتجاه. فتخيل 200 صناعه انت بتوفرهم، لو في خامات وسيطه، وفي خامات وسيطه هي روح الصناعه، الخامات دي لو قادر ان انت تقوم على تصنيعها كل ده هيوفر لك الدولار وهيغطي المنتج المحلي. ده كان جزء من المسألة.